السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا في حزب مصر للهويه النهارده بنعبر عن موقفنا من الدستور بوضوح، بنقول لان الدستور لا يعبر عن كل اطياف الشعب، لان الدستور لم يشارك كل طبقات واطياف الشعب في بلادهم، لان الدستور بيمثل القضاء العسكري ويسمح بحكم المدني امام القضاء العسكري. هنقول لان الدستور لا يكتب رعاية صحية كريمة، لا يلزم الدولة برعاية صحية كريمة للمواطن، لان الدستور لا يحقق العدالة الاجتماعية الكاملة التي كانت احد اهم ما طالبت به ثورة 25 يناير. ما يحدث النهارده من خيم وفعاليات تعريفية وفعاليات، نقول فيه على مستوى التأهيل كم واحد في الحقيقة فيه على مستوى مدينة المنصورة أكثر من فرقة بنفس النظام. المراكز الأخرى كان التنظيم في مؤتمر للمحامين حوالي مدينة ورؤية العسكرية في مدينة الزمرو، ده مؤتمر مفتوح للجهود السياسية وكل المسؤولين وكل المهتمين والجماهير. في بعد بكرة عصرا في كل مراكز المحافظة وقفات وتوزيع لفلايرات ومواد تعريفية.